الإنسان يتمكن يسيطر على جوانحه؟ نعم، الجوانح القوى الباطنية. القوى الباطنية من عالم الملك، كما أن القوى الظاهرية أيضا من عالم الملك. الإنسان بالتوكل على الله وبالإرادة وبالتمرين يخضع جميع قوى عالم الملك للإرادة التي هي من عالم الملكوت. إشلون الملائكة مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا واحد تمرن كل هذه القوى تصبح باختياره. باختياره يعني شنو؟ يعني لا يفكر في فكرة إلا بإرادته، لا يغضب إلا بإرادته، لا يرضى إلا بإرادته. المؤمن لا يستفز، وإذا استفز لحظة فورا يعود إلى السيطرة على ذاته. هذا مو معناته أن المؤمن لا يغضب، المؤمن يغضب ولكن يغضب بإرادته، يفكر أن هذا الغضب يرضي الله أو لا يرضي الله. إذا هذا الغضب يرضي الله يغضب، وإذا لا يرضي الله يسيطر على غضبه. المؤمن غضبه باختياره، مو أنه هو باختيار غضبه، غضبه باختياره. عندما يستفز، عندما يواجه بكلمة نابية ما يفقد أعصابه. كثير من الأزواج يقولون أعصابنا مو بيدنا، كثير من الزوجات يقولون أعصابنا مو بيدنا. هذا ضعف النفس. الإنسان يتمكن أن يسير في هذه المسيرة التكاملية إلى أن تكون أعصابه بيده.